تحديدا ما كنتم طالبا للاقتصاد في عز فريق النظريات الاشتراكيه وقوه اليسار الماركسي في الجامعه، هل كان الجنس تاثير في ثباتك على المبدا وتا الاخوان طبعا اللي كيكونوا معك والدفاع عنها رغم عدم وجود في الوقيته بديل اسلامي ولا شي حاجه؟ اذا نفس السؤال بعد باش نبدا. في السبعينات والثمانينات كانت الحركة الإسلامية حديثة عهد في الوجود، لأن المسيطر على الساحة الجامعة وعلى حرم الجامعات في الثمانينات هو هذا الجناح اليسار. ما كناش نقدروا نهضروا. الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ما كناش نقولوا بسم الله الرحمن الرحيم. واللي يقول بسم الله الرحمن الرحيم كان يحاكم. وكان يرفعوا الشعار نتاع الله أصغر. وكان من احنا من كنت نقرا في الاقتصاد من كيف ذكروا ماركس شحال ما كيقول يقول صلى الله عليه وسلم يمجدون ماركس. يعني كنا عايشين في واحد الجو موبوء فيه تحدي كبير. هذا التحدي كان يفرض علينا احنا كملتزمين ان نمثل الاسلام ليس فقط التزاما ولكن ان نعطي الدليل على ان الاسلام لا يناقض ابدا التفوق العلمي، بل ان الاسلام هو الذي يدفعك ان تكون متفوقا دائما. فالإسلام يريد دائما الجودة كما قال سيدنا أيكم أحسن عملا. الله تعالى يريد للعبد أن يكون أحسن الناس عملا. فهذا الذي كان يفرض عليك أن تكون كذلك. لذلك ذيك الثلة القليلة نتاع المسلمين اللي كانوا الحمد لله يعني ما كانوش كانوا شرفوا الانتماء نتاع حمل الالتزام. النتائج كانت مباركة وطيبة، بل أكثر من ذلك هما يعاديوك لكن ما يقدروش يتوشيوك. علاش؟ ماشي لالتزامك، هما يعادوا يحترمونك لانك الاول في الماده تاعك. تدي لهم المحاضره فتخرس السنتهم. بعيد عن الالتزام، الالتزام حاجه اخرى، التزام تاع الصلاه وتاع كذا، راك تصلي وراك تؤذن وراك كذا. لكن منين يشوفوك انك تناقش نظرياته، بل هذه القرايه اللي كنا قاعد نقراوها نتاع النظريات الاقتصاديه الليبراليه والاشتراكيه في الجامعه وعرفنا اصولها واصول الفكر الاقتصادي الغربي من خلال تطور المجتمع الراسمالي الاوروبي، بقينا نشوفوا بين المساله يعني ما عندهاش حتى ربط علمي. الاقتصاد ما عندوش ربط متسلسل علمي، ولذلك الاقتصاد كامل النظريه ديالو في هذه المجتمعات الراسماليه هي والعياذ بالله نسأل الله العفو والعافية فكرة ملخصها أن الإنسان معدة تمشي على الأرض تأكل وتشرب وتدي، عندها شي حاجة أخرى من غير هذا صافي. لا برودكسيون لا كونسوماسيون لا انفستيسمون لا بارك. ويقول لك في أول درس في الاقتصاد كيقول لك أيوا سيونس ايكونوميك هي سيونس سوسيال لا علاقة لها باش بالقيم ولا بالأخلاق ولا بالدين ولا بالحلال ولا بالحرام. يعني اول دسقيت تعطاك في الاقتصاد السياسي ليكونومي بوليتيك كيقول لك الاقتصاد يخصك تقلعو وتقطع الرابط ديالو لا بالسي لا بالدين ولا بالحلال والحرام ولا من الاخلاق. ولذلك انا كي قريت اول درس هكذا على الاقتصاد احتقرته، فكنت ادخل واسمع لهؤلاء الاساتذه المغاربه يدرسون هذه النظريات بانبهار وانا احتقرهم جميعا، فلم اكن اقدر احدا منهم. يعني هذه في القرار تاع السي لم اكن اظهرها، لكن انا كنقول لك واحد الحاجه اللي كنت عندي كنت احتقر ذلك. اذا لا تعارض مع التحصيل الدراسي. لا 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 بل نزيد لك واحده اخرى. الالتزام يجعل كل العلوم التي تتلقاها سهله بسيطه، تحللها وفق مرجعيتك تحليلا عميقا عميقا، بل من خلال مرجعيتك وفقهك للدين الذي لم يترك شاذة ولا فذة في مجال الحياة أن يتصيد انحرافات وأخطاء تلك النظريات بسهولة ويرد عليها. ولذلك التطور تاع الاقتصاد من بعد ملي جا واسموصل بدأ يعالج روحه يوصل النظرية الإسلامية كيقول لك الآن السقوط نتاع الأسواق المالية والأزمة المالية العالمية في إسبانيول وفي البرتغال وفي فرنسا وفي أمريكا سببها الأسواق المالية التي كانت تخلق المال عبر الاقتراض لوكتروا دو كريدي تعطي قروض ربوية، وكل قرض كيكون عنده خلق كتلة من المال تدفع في السوق المالية لا تصاحبها زيادة نتاع الإنتاج
فإذا زادت كتلة المال بدون أن يزيد الإنتاج مقابلها يساوي أو أكثر يحدث ما يسمى كتلة نتاع المال زايدة بلا التضخم الانفلاسيون. فوقعوا في 29,900,000 في الأزمة العالمية الكبرى لإفلاس النظام الرأسمالي، فبدأ يعالج نفسه، فجاء جون ماين كينز ليصحح النظرية الليبرالية، وقال لهم إلا بغيتوا إن شاء الله نعالجوا المشاكل الاقتصادية نتاع النظام الليبرالي، يخصنا واش منديروا؟ يخصنا نوصلوا ما يسمى بالفائدة للقروض صفر، أي إذا أردتم معالجة اقتصاديات أوروبا حتى لا تسقط في هذه الأزمات الخانقة التي يتوقف سير هذا النظام مرة واحدة كسكتة قلبية، علينا أن نجتهد لكي نعيد نسبة نتاع القرض صفر. هم الآن كيقولوا، والآن من فرنسا لغات عبد الله بن بيا الإليزي العالم الموريتاني وزير العدل السابق، ونرحب بأخونا الموريتاني إن شاء الله تعالى، منين الغالو ساركوزي إلى القصر؟ علاش الغالو؟ الغالو باش يعطيه اسمه محاضرات فاش في الاقتصاد الإسلامي وفي المالية الإسلامية. علاش؟ لأن بريطانيا سبقت فرنسا فاش في استغلال أموال الخليج، وقد هيأت لهم بيئة ما يسمى بالبنوك الإسلامية، فتواردت عليها ملايير الدولارات، وبقيت فرنسا متأخرة فأرادت تلحق. هم عندهم العقل، هم وخا الدين قليل عندهم العقل، إلا ما عندهم دين، احنا الدين والو والعقل والو.